هذا سيدي هذا راه طون كبير كاع في هذا المعرض، هذا هو اللي هو طون كبير كاع عندنا. اش غنقول لك، طون و 900 من سميتو بوسكورة. هذا سيدي كان عند مصطفى الحاج مصطفى في بوسكورة، كابر عنده ورباه وساهل، ما كيضربش ما والو، سير شدو فين ما بغيتي، كان ساهل وكيشارك في المعرض هنايا، ماشي غير هذا العام، ماشي هو اللي هو الطور كاع كبير في هذا المعرض. هذا اكبر طور في المعرض، تاكل بحال هذا الشيء نيت، هذا انت كتشوف التبان والبار والسيكاري وهذا الشيء اللي تاكل طبيعي طبيعي. وفاش كيرجع ليه كان فيرما عنده في بوسكوره، كيطلقوا شويه كيتمشاو وكيرعى شويه فاسمه صافي. هذا ماشي ديال البيع، هذا غير جا المعرض غير باش يشوفوا الناس كبير، وهو اللي كيدي الاجزاء في المعرض ديما.